أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور أكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم مهارة من مهارات أكسل، ألا وهي كيفية تحديد الصف كاملا عندما نحدد على خلية معينة. يعني عندما أضغط على هذه الخلية بشكل مباشر راح يتم تحديد الصف كامل، وبالتالي راح ينطي لون البرنامج حتى أعرف أنه هذا الصف هو المحدد. طبعا أستفاد من عنده في حال لو كان عندي بيانات كثيرة، فبالتالي راح يكون الصف كله محدد، وبالتالي اقدر اوصل واحدد على الصف اللي انا اريده. العملية سهلة جدا، فقط تحتاج الى برمجة قليلة، وبالتالي راح نقدر نحصل على هذه المهارة. طيب، عندنا مجموعة خطوات. اول خطوة نجي نحدد هذه الخلية، ثاني خلية، يعني مو اول وحدة ثاني وحدة، لان اول وحدة طبعا راح يكون للعنوان، ثاني وحدة بعد نهاية الجدول، يعني لا هنا ولا هنا ولا هنا. طبعا لا بأس، يعني ماكو مشكلة هنا، ولكن هنا حتى نندلها هذه اللي هي مقابل أول صف بعد العنوان نحدده، ونجي هنا بالصفحة الرئيسية. عندنا هنا F2، نحذف F2 ونكتب الاسم الجديد، راح نسميها باسم جديد اللي هو ROW. طبعا R capital، OW small، بعدين N capital U، ROW capital NO small. طيب بعدها راح اضغط على انتر، فاذا هذه الخلية صار اسمها بهذا الاسم. ممتاز جدا. الان راح اجي احدد هذه الخلية وافتح المطور. طبعا حتى نفتح المطور، انا المطور عندي مفتوح، ولكن في حال لو كان ما موجود اجي الى ملف، ومن ثم اجي الى خيارات، ومن ثم تخصيص الشريط، واتأكد ان المطور عليه علامة صح، بعدها موافق، راح يتم فتح المطور. اجي افتح المطور وانا محدد هذه الخلية. طبعا بعدها راح اذهب الى فيجوال ستوديو، وقبل ما اذهب الى فيجوال ستوديو انتبه هنا عندي الاسم الورقة اللي هي ورقة 1. طبعا لو كان عندي ورقة 2 3 4 لابد انه احفظ الجدول في اي ورقة. فاجي هنا الى فيجوال ستوديو واجي الى ورقة 1 هذه، اضغط عليها دبل كليك، راح تنفتح عندي هذه النافذة. اجي الى هذا الخيار اللي هو مكتوب به جنرال، اضغط على هذا السهم واختار Work Sheet. بعد ما اختار Work Sheet راح اجي اكتب هذه الدالة. طبعا نفتح قوسين مربعات ونكتب اسم الخلية اللي سميناها قبل شوية اللي هي R capital، ومن ثم O W N capital U small. طبعا بعدها سبيس يساوي سبيس اكتف، طبعا سي اكتف اي في اي جيد. طبعا سيل دوت رو ار او هذه، فقط هذه المعادلة. طبعا هذه هي المعادلة، راح ابين لكم اياها هنا حتى تكون واضحة. قوس، هذا القوس، وبعدها اسم الخلية، بعدها يساوي اكتف، هذه اكتف، وطبعا دوت رو، ان كان نتاكد انه هذه الاكتف دوت رو، نتاكد من عندها بهذا الشكل. طيب الان راح اجي اغلق الفيجوال ستوديو بعد ما كملت، اغلق الفيجوال ستوديو. طيب الان عندما اجي احدد على اي صف راح يعطيني بهذه الخلية رقم الصف، يعني هنا اجي على 3 راح يعطيني رقم 3، 4 راح يعطيني رقم 4. طيب شنو استفاد من هذه الخطوة؟ استفاد من عنده بالتنسيق الشرطي. عندما اجي احدد واحد، وهذا الواحد اللي هو طبعا بالصف رقم 2، و2 تساوي هاي 2 راح يعطيني لون معين. طيب شلون اسوي هاي الخطوة؟ اجي الى الصفحة الرئيسية، طبعا لابد انه احدد هذه الخلية اللي مقابل الرقم، ومن ثم اجي الى تنسيق شرطي واختار قاعدة جديدة، او ذا انجليزي نيو رول. بعدين اجي الى استخدام هنا صيغة، اجي بالاخير استخدام صيغة، واكتب هذه المعادلة اللي هي تساوي اكتب رو ار او دبليو، افتح قوسين، بداخل القوسين راح اكتب رقم الخلية اللي انا محددها اللي هي اي 2، فاجي اكتب اي 2، بعدها تساوي اسم الخلية اللي احنا سميناها قبل قليل اللي هي R capital O W N capital U capital. طيب يعني هذه الخلية اذا كانت تساوي هذه القيمة انطينا لون. شنو هو اللون؟
راح ممكن نختار مثلا لون أخضر، وخط يكون لون الخط أبيض، بعدها موافق. جيد، بعدها أضغط على موافق. إذا أجي أحدد هنا راح يصير عندي هذا اللون. طيب أنا ما أريد بس هذه الخلية، أريد الصف كله وكل الجدول يكون بأي خلية أنا أحددها يتم هاي العملية. شنو راح نسوي؟ راح نرجع على الصفحة الرئيسية، نجي إلى تنسيق شرطي، إدارة القواعد. طيب عندي هذه قاعدة، أضغط على هذا السهم وأجي أحدد كل الجدول عندي، بعدها أجي على إنتر، بعدها أجي على موافق. طيب إذا أجي هنا أنا ألاحظ أي صف أني أضغط عليه راح يتم تحديد الصف بشكل كامل، وراح يلون لي باللون اللي أنا اختاريته، وبالتالي راح يسهل علي أنه أحدد هذا الصف. طبعا بالنسبة لهذا العمود بإمكاني أنه أخفيه وليس أحذف، إذا حذفته راح يسبب لي مشكلة. أخفي، أضغط عليه كليك أيمن وأختار إخفاء. مثل ما نلاحظ العملية سهلة جدا وبسيطة. نتمنى تكون هذه المحاضرة مهمة وسهلة عليكم، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.